بدعوى شح المساعدات المالية، قطعت مفوضية اللاجئين في لبنان المساعدات عن أكثر من 8000 عائلة موزعة على المدن والمخيمات في لبنان. القرار شمل قطع المساعدات المالية عن بعض العائلات، فيما قطعت المساعدات الغذائية عن آخرين، وكان هناك من هم أسوأ حظاً، إذ قطعت عنهم المفوضية المساعدات المالية والغذائية. وبحسب الهيئة العليا لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين في لبنان، فإن عملية الفصل من المساعدات عشوائية دون وجود آلية عمل واضحة عند المفوضية، إذ لم ترعى ظروف العوائل التي ليس لها أي معيل أو التي أحد أفرادها مريض أو مصاب حرب. قرار مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دفع العديد من اللاجئين لمراجعة مقر المفوضية في بيروت، إلا أن الجواب كان موحدا للجميع: المساعدات توقفت بسبب عدم وجود تمويل كاف ليغطي كافة العوائل، وبإمكان المستفيدين المفصولين الاحتفاظ ببطاقاتهم ليتسنى تسجيلهم من جديد عند وصول التمويل الكافي. الهيئة العليا لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين أشارت إلى أن هذه الخطوة وفي هذا التوقيت تصب بشكل كبير في مصلحة نظام الأسد الذي يعمل على إعادة اللاجئين إلى سوريا، خاصة وأن فئة كبيرة من المقيمين منهم في لبنان بصفة لاجئ تشكل مساعدات المفوضية الجزء الأكبر من مصدر عيشهم لعدم توفر معيل، ولأن السوريين ممنوعون من العمل في لبنان والخيارات أمامهم محدودة للغاية.